المحامي ذو الدرعاوي أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين. يعني بشكل أساسي هذه الوقفة هي جاءت لتسليم رسالة احتجاج لممثلي الأمم المتحدة في فلسطين، وخاصة يعني في ظل يعني الانحياز الغربي والعدوان المدعوم من الغرب ومن أمريكا ضد شعبنا وجرائم الإبادة الجماعية التي تمارس، في ظل صمت أيضا من مؤسسات الأمم المتحدة وعجزها عن اتخاذ أي إجراء حقيقي لوقف العدوان ووقف جرائم الإبادة الجماعية بحق شعبنا، وخاصة إفشال مجلس الأمن من اتخاذ أي قرار لوقف هذا العدوان، في ظل يعني التواطؤ والمشاركة الأمريكية الواضحة في هذا العدوان، وأيضا هي يعني رسالة بأن نقابة المحامين وخاصة بأن سقط لنا أكثر من 42 شهيد وشهيدة مع أسرهم بالكامل، وفي اليوم الثالث من العدوان قصف مقر نقابة المحامين وتم تدميره بالكامل. نقابة المحامين ستطارد هذا الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية، وقد شرعنا بإجراءات حقيقية من خلال مجموعة من المحامين القانونيين في فرنسا وأيضا في دول أوروبية لتقديم دعاوى حقيقية أمام المحكمة الجنائية الدولية وإعلان موقف نقابة المحامين الرافض لهذا العدوان.